عكس مجانين فرنسا، في الكالشيو مثل باقي البطولات الأوروبية يتم السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم فور إعلان أذان المغرب. أم رابط يكسر الصيام في آخر دقائق مباراة إنتر وفيورنتينا. ادعى لوكا رانييري لاعب الإيطالي لاعب الفيولا الإصابة حتى يوقف اللقاء ويتمكن زميله الدولي المغربي سفيان أم رابط من كسر سياره لقطة اليوم بامتياز. فعلا كرة القدم توحد الشعوب، من اللقطات الجميلة التي ستظل راسخة في الدوري الإيطالي.